الو الو ايوه ازيك يا حسام؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام، اهلا بيكي. اهلا بيك. اتعرف بيكي؟ مش مهم الاسم. طيب كم سنه؟ 27. مرتبطه؟ لا. طيب احكي لي عايزه تقولي ايه النهارده. بنتكلم عن العلاقات المجهده. او انا يعني انا اللي في جهد او طاقتي خلاص مش موجوده بمعنى اصح. طيب ايه اللي خلى طاقتك تبقى مش موجوده؟ يا اسامه انا غلطت غلطه زمان تمام، وكان عندي 16 سنه 17 سنه وشايفه اصحابي بيرتبطوا وبيحبوا ويخرجوا ويروحوا ويجوا، فانا حبيت ابقى نفس التركيبه دي. حبيت ودخلت في علاقات كتير جدا كتير كتير بكلمه كتير، يعني انا ندمانه طبعا على كل حاجه. علاقة بتفشل، خيانة، كذب، يعني ممكن أقول أنا مش هشكر في نفسي كتير تمام، لكن ما فيش علاقة دخلتها إلا لما كنت احترمت الشخص وصمت الشخص وكنت خلاص أنا هو الشخص ده بالنسبة لي كل حاجة. بدليل إن هما بعد ما بفركش تمام بيرجعوا ندمانين ويفضلوا يقولوا إن أنت البني آدمة الوحيدة وإلخ إلخ الكلام. طيب جميل، ايه المشكله بقى دلوقتي يا اسامه؟ انا ما بقتش مصدقه اي حد، ما بقتش بصدق دلوقتي في حد دخل حياتي بيحاول يقرب، عاوز ايه، داخل جد عايز يتكلم مع اهلي، انا اللي رافضه، انا اللي بصد، انا اللي ما بقتش. طيب عارفه واحده واحده كده، انت قلتي عندك كام سنه؟ 27. طيب اللي داخل حياتك ده وعايز يتكلم جد، انت رافضاه عشان مش حاسه باي اعجاب تجاهه، ولا رافضاه بسبب ان انت ما عندكيش ثقه في حد؟ ما عنديش ثقه. طيب خالص. حلو قوي. اللي دخلوا حياتك قبل كده واكتشفتي ان هم ناس وحشه وانت امنت لهم في البدايه، تمام، هل انت دخلتي بقلب وحب ومشاعر وطيبه ومجدعه على طول كده وهجمتي عليهم؟ ممكن واحده واحده. بس برضو خلينا نقول ان احنا ما حكمناش عقلنا بنسبه 100%. بالظبط كده، صح. طيب أنا النهاردة أي علاقة عاطفية علشان تنجح لازم أحكم فيها القلب والعقل. القلب يشعر، يعني الولد اللي جاي يتقدم ده لو في شوية صفات تعجبي بيها أو حاسة إنك مشدودة ليها كراجل. خايفة أنا، مشكلة إن هو أنا خايفة، هو بيحاول على قد ما يقدر إن هو يطمني تمام، فقال لي قال لي على فكرة أنا لو حاولت إن أنا أكون مقرب منك أنت بتصديني، أنا هبعد وخايفه ان هو يبعد ويطلع انسان كويس بني ادم محترم. طيب في نفس الوقت خايفه اجرب يطلع بني ادم وحش جدا. حلو قوي، تعالي بقى نجرب بطريقه تانية. انت النهارده انا هديكي مثل بلدي، تحبي نسمع كده مثل بلدي؟ تمام. اوكي. انت عندك صفيحه جبنه، شوفي بقى لدرجه ايه انا رايح لك في حته تمام سهله قوي. صفيحه الجبنه دي جايه لك متزوقه ونظيفة وبتلمع، جاية من ملاوي يا ستي، من الجبنة بتاعت ملاوي الجميلة دي. انتي قبل كده ليكي تجارب كتيرة جدا مع صفائح الجبنة دي اللي بتيجي كل ما تفتحيها تلاقيها مدودة من جوه. انتي خايفة تفتحي الصفيحة دي لا تطلع مدودة من جوه، مش كده؟ طب ما ايه الجديد؟ ثواني بس، ما هو دخلوا حياتي برضو، جم ودخلوا جد وكلموا مع اهلي وفي خطوبة ورجعتها. أيوة. ايوة محتاجة تفتحي الصفيحة عشان تشوفي جواها في ايه. أنا خايفة. ما هو يا حبيبتي هتفتحي الصفيحة وبعد كده نوزن الكلام بالعقل. ما هو الكلام بالعقل. النهاردة اللي قدامك ده مش بني آدم؟ تمام. وانت بني آدمة؟ تمام. هو ربنا سبحانه وتعالى مديله عقل وانت ربنا مديك عقل. انت مديله تفكير وانت مديلك تفكير. تمام. هو مديله ذكاء وانت مديلك ذكاء. انت مش إنسانة غبية. تمام. يبقى ببساطة مطلقة هنسمع الكلام اللي طالع من بقه، ما نقولش أمين، الكلام يلف ياخد له لفتين في الدماغ ويتعقل. والله الكلام اتعقل، قلنا أمين على الكلام في أول خطوة، لقينا في النهاية إن حكمنا كان صح، بناخد الخطوة اللي بعدها. حصل وقال أنا هعمل ونعمل وأنا عملت وبتاع وكده، ممكن يكون بيقر على مؤاخذة يعني، انما باختبارات صغيره كده وشويه لف ودوران نعرف. طب هم في صحاب ليا قالوا لي يا بنتي اخرجي قبليه، وانا يعني اتعرفت عليك كسوشيال تمام، صحابي قالوا لي اخرجي قبليه، اتكلمي معاه،
هو طلب مني كذا مرة ان احنا نتقابل وانا برفض وبتلكك. طب اهلك عارفين ان انت تعرفتي عليها السوشيال ميديا؟ لا لسه طبعا ما يعرفش حاجة. طيب ايه المشكلة ان هو يعرفك وتخرجي معاه وتشوفي كل حاجة وتتعرفي عليه بعلم اهلك تاني. بعلم اهلك حتى يبقى حاسس ان الموضوع مش هزار. المشكلة ان انا بابا بيمسكها لي يا اسامة بيقول لي طب قول لي ما انت جبتي فلان وعلان والخ الخ فبيمسكها لي. وكل اللي جبتيهم جبتيهم من السوشيال ميديا ولا جبتيهم من صداقات عادية؟ لا عادي مش شرط. مش شرط خالص السوشيال. فانا بخايفة ان هو ان انا ادي الفرصة دي وان انا خلاص ماشي انا قريبة من بابا جدا واتكلم مع بابا ويطلع في اخر بنادم مش كويس تمام وبابا يمسكها لي ويقول لي انت جبت فلان وعلان. طيب بابا مسكها لي تمام. بابا مسكها لي وقال لي خلاص مالكيش في كده العريس اللي جاي انا اللي هجيبه لك. يوم هو جايب لك واحد يقول لك اقعدي شوفي ده. اوكي كسبتي ايه؟ طيب تعالي الاول تاني انت مشدوده للولد ده؟ في حاجات حلوه بس خايفه انا مقلقه. ايوه ماشي. انا في بحر انا في بحر قدامي حبيبتي. بصي الخوف الزياده عن اللزوم بيبوظ والخوف المحسوب بيامن. فانت المفروض تبقي خايفه. مش وحش انك تبقي خايفه لانك لو دخلتي مش خايفه يبقى انت داخله التهور. طبيعي انك تبقي خايفه وطبيعي انك تدي لنفسك فرصه وطبيعي انك تشوفيه وتسمعيه وتوزني كلامه وطبيعي انك تبقي حريصة جدا في الكلام اللي خارج من بقك معاه. وطبيعي انك تبقي حاطة على وشك ابتسامة لذيذة كده ولكن في صمت بحيث هو يدلق في الكلام ويطلع كل اللي في بطنه. ده اللي بيحصل. خلاص بقى نسمع ونشوف ونوزن الكلام. لقيناه في امل ماشي. ما لقيناش في امل يبقى احنا نجيب خطوتين ثلاثة لورا ويا دار ما دخلك شر وما نطولش في الحدوتة. لان السبب الكبير اللي بيوقعنا في مشاكل ان احنا بنطول وبيبقى عندنا امل وبندي فرصة في التانية في التالتة والاختبار بيطول والاختبار بيلزق والدنيا بتبوظ من اولها. عرق ونقطعه عشان ما ينزفش. خلصنا. هتقعدي معاه هتسمعيه هتدردشي معاه سيبيه يهزر سيبيه يضحك سيبيه يتكلم يطلع اللي جواه يطمن لك علشان عمره ما يطلع اللي جواه وانتي اعداله متحفزة. لازم تفكيه كده يطلع اللي جواه وتبتدي زي ما بيقولوا كده بالبلدي برضو النهارده بتفتشيه بتطلعي كل اللي جواه تشوفي جواه ايه وعلى اساس اللي هيطلع انت هتعرفي تقرري. هتديله فرصه يجي يقابل اهلك والاختبار يكبر لان بعد كده الاختبار هيكبر بقى ولا مش هتديله فرصه انه يجي يقابل اهلك؟